إسرائيل على الرغم ما تمتلك من سلاح وإمكانات وخبرات عسكرية وأجهزة أمنية وتقنيات، كلنا بنعرف إذا هلأ أمريكا مش معاها، صدقوني إن لم تكن إسرائيل محمية من أمريكا ما بدها كل محور المقاومة، بدها جزء من محور المقاومة، مش ب 24 ساعة حتى نحترمهم شوي، ب 24 يوم تخلص إسرائيل. أمريكا هي العدو الأول. أمريكا تتبع نفس السياسات لكن بثوب جديد وخطير جدا، ثوب الحضارة والتقدم وحقوق الإنسان، وهي في الحقيقة تستهدف تدمير الإنسانية وتستهدف روح المقاومة عند الشعوب وروح أن تقول الشعوب لهذا الطاغي لا، أن ترفض هذه الإرادة الأمريكية. روسيا لأنها تدافع عن نفسها كما ذكر الرئيس الروسي، قامت الدنيا جيش الغرب وجيش وإمكانات العالم، واليوم الغذاء العالم في خطر، وكل الكلام عن مستقبل العالم أصبح في مكان جديد نتيجة هذه الغطرسة الأمريكية. يريدون أن يتحكموا بروسيا ويريدون أن يتحكموا بالصين، وما فعلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي في تايوان هو تحدي صارخ لموضوع حساس جدا عند الشعب الصيني. لا أقول أنها قضت على كل المشروع الأمريكي، لا، ما زلنا في المواجهة، لكن كثير من المشاريع الأمريكية نحن هزمناها في لبنان.